هذا وألفت النظر إلى أمر ما يحدث في هذه الأيام من احتفالات، سواء بعيد الهجرة عيد رأس السنة الهجرية فذلك لم يرد عن رسولنا محمد، وأما عيد الكريسماس فهو كذلك ليس بعيد لأهل الإسلام بل هو عيد للكفار، ولا ينبغي لنا أن نشارك في هذا ولا في ذاك. فعيد الهجرة أمر مبتدع لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وعيد الكريسماس هذا عيد للكفار ليس لنا منه سبيل، إنما نحن كمسلمين لنا عيدان، الفطر والأضحى، والجمعة باعتبار ثالث، والله أعلم.